صباح جميل بس من سيدي براني. احنا في القاهرة وفي كل مصر نفطر فول وطعمية، لكن في سيدي براني الفطار كبدة ضاني وعدس. عبدالله قاسم في طريقه لعلاج وجع كتفه، في الطريق وقف عبدالله وطلع من شنطته عدة الشاي المتنقلة. عبدالله متجه للعلاج بالحجامة عشان ده العلاج الشعبي الأشهر في سيدي براني. عمك باري حمد ويدر وشهرته منيح، هو ده المعالج المحلي بالحجامة بقاله 60 سنة. سألناه عن أكتر الأمراض المنتشرة وسط أهلنا في سيدي براني. أغرب الأمراض في سيدي براني أمليح ونقرس، أمليح ونقرس وعدم من الشيل فيها خلق تشتغل عطول لها البراني عالتيلة وني وشغالة وعلى وكل العيش. ولكن أكثر مرض براني أمليح ونقرس، أمليح ونقرس. يقول لك مفصلي وجعيتني، مزاغيلي هذين هي كرعي، معي حمو في كرعي، عرفت؟ صداع في راسي، لما تحجمي يتشال على طول مباشر. لكن ليه وازاي عم منيح اشتغل الشغلانة دي من 60 سنة؟ تعلمت في نفسي، وبعديت مرحلة في نفسي، لأني نعم لسه شاب ونشتغل وشغلنا شديد دراوة وشغل وشيل شعير وشغل وشغل واحد. حين الجليم هذه عندك الغلم هذه تعدم عدم الأنسان كل حاجة يضبطها يحطها في الأرض ويجلم ما نقابل فيها. هذه هي علمتها في نفسي، خذيتها مرحلة في نفسنا. نعم تميت عادة نحجم على طول. يا ترى الدخل اللي بيخش له من شغلانة الحجامة بيكفيه؟ ما فلوسنا حجيت من المرتين، مشيت للحج مرتين من الشغلة هذه مهنة قروش حليب ما بينش حاجة. تمام. لا 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 أنا بيدي في الشغلة بتاعتي ما نطلبش قروش ولا نشرب، تعطيها لي ناخذها حطها بجيب 50 110 15 ما معك لا شيء عادي. فيها خلق جيمة معاش حيش ما الصروف هذين إياها مشيت لديمة معك ما خلق ما كيف حظهر مش ميجدي في واحد. أو مو وقت الصيف شغل يقبل دير على طول اللي جيت سب شونا 50 60 أمل من الصعيد ملحات وكلموا جو ومن ليبيا جوني خلق واجد من ليبيا وجوني من 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 الصعيد ومن الفيوم أخرى ومن البحيرة ما لها خلق كلها تجيني يعني ويمشي شكر مية مية. تعالوا بقى نشوف ازاي بتتم عملية الحجامة. تو هذي هي الأنف الجنوبي ينحجم هان هيتا وهن هذه الأنف الجنوبي وهن هذه مرحلتها. تمام. الحجم الاخر تحجم هنا على الكتف هذه تحجم على الكتف هذه تحجم هاني على الظهر كما قلنا في هاني على خشونه بتاعت الظهر بتاعت الركب هذه حجمتها حجم على الظهر ثنتين والنص ثلاثه هنا واحده هنا واحده هنا بعدين ايه يقلب في الوش هنا اربعه وهنا هي اربعه هنا واحدة وهنا واحدة رأيتها قدامك. احساس النهاردة طبعا كان عندي وجع في كتفي هنا مش عارف اعمل ايه يعني حاولت بكل الطرق بس صراحة ما رحتش دكتور يعني لان انا عارف ان هو هيدي مسكنات وحاجات عادية مش هتعمل حاجة. جربت ان انا اخد مسكن قبل كده ما عملش حاجة فحبيت ان انا اجرب الحجامة يعني خصوصا ان انا جربتها قبل كده يعني
وحسيت انها ارتحت عليها شويه، بس المفروض كنت احجم كذا مره، انا حجمت مره واحده بس. النهارده بقى حبيت ان انا يعني اجرب الحجامه تاني، ممكن ان شاء الله يعني يبقى ليها تاثير افضل من ان انا اروح للدكتور او اخذ ادويه ممكن تكون يعني ان شاء الله حل موضوع الكتف ده. لا هو ساعه الحجامه لما بتحط البرطمان او الحاجه اللي بيشفط بيها الدم دي بتحس ان انت المكان ده اللي اتشفط ده خلاص يعتبر زي مخدر او ما بتحسش بيها، يعني لو حد شكك بدبوس او حاجه مش هتحس بيها، يعني حاجات بسيطه جدا تحس ان حد بيلمسك كده بس، لكن ما فيهاش اي الام او اي حاجه. الناس بس بتتخض لما بتشوف منظر الدم ويقول لك ده اكيد مؤلمه واحساس لا صعبه مش عارف ايه وتجريح، لا دي حاجه عاديه جدا يعني ما فيهاش اي الم خالص يعني. الصحراء زي البحر، والإبل زي ما انتوا عارفين كانت مركب الصحراء قبل ما يخترعوا العربيات واللازم منه. عمك عطيه المفتاح ده أبوه ساعد عمنا الزعيم الكبير عمر المختار وبعت له إبل تساعده في حربه ضد الطليان. عمك عطية ما زال محافظ على مهنة والده وأجداده. أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ معنى تربية الإبل شأن فيها عن أبائنا وأجدادنا، لأنها كانت هي الحياة، هي المعيشة، هي وسيلة الحياة، هي مركب الصحراء، ناس تمشي منها للسيوة، تسافر، حمل التمر، تجيب تأخذ الشعير، تأخذ القمح، تبيع غادي ويستبدلوه تمر. الوسيلة الثانية وسيلة الحرث، كانت الناس تحرث عليها وتزرع عليها، تركبها وتمشي تسافر معها، تشرب تحوشها وتشرب حليبها، خاصة في وقت الشح، في وقت الخريف. يا ترى الإبل إزاي بتسرح في الصحراء الواسعه دي ولا بتتسرق ولا بتضيع؟ إزاي عم عطية هيقول لنا؟ القبائل لها علامة خاصة، كل قبيل لها علامة خاصة زي العلم بتاع الجمهورية، كل ناس لها علامة خاصة مفهومة، حد يقدر يتعدى على هذا. يمكن الجمال تروح من هنا تدخل بيبلغوني إن الجمال بتاعتك والعلامة بتاعتك وصلت لعندنا. كانت قبل الألغام تروح ليبيا ونمشي ونجيبوها، حريصين عليها، حد يقدر يتعدى على حاجة حد، لأن لها قانون خاص وسط القبيلة وعام، اي واحد يتعدى على ناقة الاخر والله يضربها ولا يقتلها ولا يسرقها يتحاسب حساب عميق، حساب واعر، لا حساب خاص. يمكن لما تطلع لجمال تسرق لا قدر الله واحد يسرق جمل ويمسك بيده يغرموا اثنين مش واحد، يغرم جملين مو جمل واحد، ولو كررها الثاني والثالث يغرم ثلاثه، ولو كرر الرابع غمر اربعه، بعد الاربعه تحصل حروب بين المعتدي وبين المعتدي عليه. ولما الحياة تغيرت وبدأت الناس تدور على الرزق السريع والمكسب بسرعة أصبحت المهنة الجميلة والقديمة أو دي تقريبا بدأت تختفي. تربية الأغنام والجنيها سهل مش زي تربية الإبل، تربية الإبل صعبة وعرة، الناس تغيرت، الشباب تغير عنها، كان الرعاة يمشي يقعد بعد ثلاثة شهور أربع ما يجيش البيت، لو مش عايز يغيب يوم ولا يومين، الغنم دايما قريب من البيت، والغنم لما تلتزم انت بفلوس ولا بحاجه تاخذ نعجه واحده شيه بحب السوق تعدي مصاريفها، لكن الجمل يمكن ما تلاقيش من يشتريه، تقعد اسبوع اسبوعين ولا شهر وانت تبيع فيه ما حدش يشتريه. احنا زي ما تكلمنا عليها فيما سبق قلنا كل قبيله لها علامه. العلامه اللي تختص القبيله هي العلامه، اول حاجه الرعاة اليمنى لازم تكون من اليمين وهذه واضحة، هذه ابن وسام القبيلة أما الوسام الثاني وتكملة الوسام الثاني عليه منقولوا عليه شبور وهتبين الوقت على الشيشة، وشبور وسط لا تحت العين زي النمر سبعة،
العلامه الثالثه قليد، احنا نقولوا عليها قليد، وهي علامه هي في الرقبه هي على الرقبه، نقولوا عليها قليد، هذه من علامات القبيله. العلامه الرابعه هي اللي ما على الوركه، على الرجل، على الرجل الشمال الورانيه زي نمر سبعه، هذه علامه خاصه بالقبيله. العلاقه بين الباديه والابل ممكن نلخصها في عدم ترحيب الناس هنا في سيدي براني على اكل لحمه الابل، لانهم بيحبوا ياكلوا لحمه المعيز والخرفان. عندما ياتي المساء في سيدي براني الناس بتروح تقضي وقت لطيف، بس يبعدوا عن البيوت ويقعدوا في الخيام البدويه عشان يحتموا من برد الشتاء. الطلعات دي طبعا زي ما اخوتنا في المدن عندهم النيل وعندهم البحر وعندهم الاماكن الترفيهيه، ده مكان الرفاهيه لنا احنا. الطلعات ديت يعني بنروح انفسنا فيها، نطلع برا وندبح ذبايح ونشوي وناكل، بتكون مجموعه كبيره كله معزوم للادي على اللحم الضاني والكبده، بس كل واحد ليه دور. هتلاقي اللي بيعمل الشاي واللي بيولع النار واللي بيطبخ واللي بيغسل، خليه شغاله على الارض، اصوات هنا وهناك، ولما يجي الاكل كله يتلم ولا صوت يعلو فوق صوت الكبده الضاني. احنا بقى كنا محظوظين لان على العشاء لقينا نبات الترفاس. النبات ده يا سيدي قليل جدا، نبات بيطلع كده بس، بيطلع في الاماكن اللي محدش يمشي فيها، ما فيهاش رجلين، اماكن مهجوره، وغالبا المناطق ديت بتبقى مناطق الالغام، محدش بيخشها. لكن لما تلاقي النبته دي يا سلام، ايه حكايه الترفاس؟ تعالوا نسمعها. الترفاس هو نبات فطري ينبت في الصحراء بعيد عن أي رجل وبعيد عن زحمة السكان، يعني أرض خالية، صحراء خالية، ينبت على أمطار، والأمطار البدرية تجي في شهر 10 أو شهر 9 أو آخر شهر 9 يبدأ عليها نبات الترفاس. طبعا ليه فوائد كثيرة كثيرة جدا جدا جدا، وقيمته الغذائية كبيرة، ومن بعض الناس تستعمله في الأدوية. تبدأ الرحلات مثلا في شهر 21 لما المنبوت يكون جاهز اللي هو الترفاس، نطلع ونلموه ونستعملوه في عدة يعني أكلات، اللي هي منها يتعمل شوربة، ومنه يتعمل شوي، يتعمل بالرز، ويتعمل نظام قلي بيتقلي مثلا. أسعاره طبعا عالية، توصل تروح من يعني بداية الموسم بتكون من 800 ل 900، توصل ل1000 جنيه اللي هو الأبيض، وينقسم نوعين أحمر وأبيض. الأبيض يكون أفضل قيمة غذائية، أفضل أفضل أفضل. والأحمر طبعا هو كويس، مش كويس، كويس جدا، ولكن استعماله مش قد الأبيض في الأدوية وفي الطعام نفسه، بيكون الأبيض أفضل من الأحمر. الحياة هنا في سيدي براني زي ما شفتوا هادية وبسيطة، وتبقى الصحراء هي ملاذهم الوحيد من ضغوط الحياة اللي أحياناً كتير ما بترحمش حتى في سيدي براني.